على طاولة الإفطار تضع هذه العائلة الغزية ما تيسر لها من مرق الخبيزة. أضحت هذه الحشائش البرية قوتها الوحيد وقوت أغلب العائلات بعد أن أحكم حصار التجويع قبضته على بطون سكان القطاع. وضعنا صعب، لا عندنا طحين ولا عندنا معلبات ولا عندنا حاجة، إحنا عايشين والله على الخبيزة. البعض منهم قد يغامرون بحياتهم من أجل لقمة واحدة تسقط من طائرات المساعدات، لقمة قد لا تكون في الغالب على قدر هذه التضحية. ايش بدنا نسوي؟ نحط علينا حبة أكل صغيرة حق علبة تونة. بروح الإنسان بموت عشان علبة تونة لا تعادل ربع دولار. هنا في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع يصل يوميا ضحايا سياسة التجويع. ليلى ذات الشهرين واحدة منهم. اعتدنا على استقبال مثل هيك حالات تمام بشكل يومي وبأعداد كبيرة، والنتيجة النهائية للحالة وفاة. إنه مشهد كامل لمجاعة حقيقية، يقول المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين. لا يوجد مكان آخر في العالم يواجه فيه هذا العدد الكبير من الناس مجاعة وشيكة. نحن هنا في مركز الأزمة في قطاع غزة. أكثر من 1,100,000 شخص في غزة يواجهون مستوى شديدا من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. ويحدد المكتب الأممي بداية شهر مايو لتثبيت حالة المجاعة في القطاع ما لم تدخل المساعدات على نطاق واسع عبر المنافذ البرية. محكمة العدل الدولية من جهتها أقرت في تقريرها الأخير بأن الفلسطينيين يواجهون حقا خطر المجاعة. المحكمة طلبت من إسرائيل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان دخول المساعدات إلى غزة من دون معوقات من أجل تدارك الكارثة.